السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو فتحت متصفح الملفات بتلاحظوا انه ما في فلاشة ظاهرة عندي، فقط الاقراص اللي عندي. وعشان اثبت لك انه الفلاشة محطوطة بالجهاز خليني افكها وارجع اركبها واسمع الصوت. مثل ما انت ملاحظ طلع معاي صوت لما شلتها ولما رجعتها، صوتين. طبعا الحل سهل وراح اعطيك حلين مش واحد، لكن قبل ما نحكي عن الحلول تعال احكي لك عن كيف حليت مشكلة البينج العالي في الالعاب بشكل عام. مثل ما انت ملاحظ البينج حاليا 95، وهالشيء سيء خصوصا لما تكون لعبة حركة سريعة مثل فالورنت، فورتنايت، سي اس وهي الالعاب الكومبتيتيف. ولحل هالمشكلة بس كل ما علي اني اطلع على الويندوز اشغل برنامج تصحيح الاتصال اللي هو الاكزيت لاج على السيرفر اللي انا بلعب عليه على اللعبة اللي انا بلعبها، وشوف السحر كيف راح يصير. اذا مهتم بالبرنامج شيك على شرحه من تحت الفيديو مع روابط الاشتراك والخصومات اللي ممكن تحصل عليها من خلالي. نرجع لحل مشكلة الفلاشة اللي مش ظاهرة. أول حل راح يكون من خلال تحميل هالبرنامج ميني تول بارتيشن ويزرد اللي ممكن تحمله من الرابط تحت بالوصف. بعد تشغيل البرنامج راح تلاحظ إنه في قرص بالأسفل بدون حرف اللي المفروض يكون عليه، ما عليه لا سي ولا دي ولا اي ولا اف ولا غيره. كليك يمين على القرص واختار خيار التشينج لتر. اختار حرف القرص اللي أنت بتحبه أو اللي بناسبك واعمل تأكيد من تحت. وهيك انحلت المشكلة. الحل الثاني راح يكون بدون برامج. كليك يمين على This PC أو My Computer حسب كنت ويندوز 11 ولا 10. اختار إدارة Manage. بعدين Disk Management أو إدارة الأقراص. نفس الشيء راح تشوف قرص بدون أحرف، لا سي ولا دي ولا غيره. طبعا في حال ما شفت القرص لا هون ولا في البرنامج السابق اعرف انه الفلاشة نفسها خربانة وفيها مشكلة. نفس الخطوات، كليك يمين على القرص واختار تغيير الحرف او Change Driver Letter، اعمل Add، اختار الحرف اللي بناسبك للقرص، وهيك بكل بساطة انحلت. لا تنسى تعمل لايك وتعمل شير للفيديو للناس اللي محتاجيته. نراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.